عبادها. لقد جعل الله تبارك وتعالى خاتمة هذه العشر ونهاية أيامها عيدا للمسلمين يفرحون فيه فرحة عظمى وسرورا كبيرا بما يسر الله لهم فيه هذه العشر من الطاعات والعبادات والقربات. ولهذا يلتقي المسلمون يوم العيد من حج منهم ومن لم يحج أن تكون في ذلك اليوم العظيم يهنئ بعضهم بعضا قائلين ما قاله الصحابة الكرام في ذلك اليوم: تقبل الله منا ومنكم. هذه كلمة عبادها أخلاقها ووزنها ومكانتها ممن نافس في العبادة وأقبل على الطاعة. وأما من يأتي يوم العيد مضيعا مفرطا مكبا على الذنوب والآثام والخطايا فعلى ماذا يؤنى وبماذا يقال له تقبل الله منا ومنه؟ ولهذا ينبغي أن نحسب ليوم العيد حسابا بأن نرد الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي نفرح يوم العيد بأدائنا لها وحسن تقربنا إلى الله بها. ونسأل الله